بحسها مع كل الاحترام والتقدير يعني، بس بحسها ما بتديش الانديكيشن الصح. يعني خاصة في هو نجم كبير ليه كاريزما لوحده، محدش يقدر يختلف على موهبته وأعماله الناجحة. كوميدي تلاقي، أكشن تلاقي، دراما برضو تلاقي. أحمد عز اسمه لوحده على بوستر أي فيلم كفيل إنه يعرفك الفيلم ده هيجيب إيرادات عالية جداً، واللي بسبب المشوار الطويل ده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قرر إنه يكرمه في الدورة الجديدة اللي هتتعمل السنة دي. بس مشواره ما كانش سهل، مشاكله الشخصية عمرها ما دخلت ولا أثرت على شغله. بدأ كموديل وبقى من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي. النجومية كلمة سهلة تتقال، بس إنها تكون موجودة في أي فنان أو فنانة مش سهل، والأصعب إنك تحافظ عليها. فنانين كتير بيدخلوا الوسط الفني وبيختفوا زي بعض وبيبقى حصيلة وجودهم صفر، وفنانين تانيين بيحفروا أساميهم مع كل فيلم ولا مسلسل بيقدموه فبيعرفوا يسيبوا علامة واستحالة تنساهم. ومن بين الفنانين دول أحمد عز، أو نقدر نقول عليه الجوكر اللي السينما والمسلسلات كانوا شغلين دماغه، وده من قبل ما يبقى في الكارير ده أصلاً، لأنه كان زيه زي شباب كتير في سنه، دخل كلية خلصها وبدأ شغل في مجال الفنادق، يعني حياة مستقرة بينجح فيها وهيمشي على نفس الخط ويكمل. بس انتوا عارفين التمثيل ده زي الجن، أما بيحضر على حد ما بيسيبوش. فجأة أحمد قرر يدخل الدوامة دي ويكمل فيها ويجيب آخرها، يا يخرج كأنه زي ما دخل. بدأت بقى الأفكار تيجي في دماغه، وهوب عاوز ياخد ورش تمثيل، لأ أنا عاوز أدرس. أفكار كتير بتدور في دماغه لحد ما اتحط في اختيار صعب ما بين انه يكمل في حياته العادية والمجال بتاعه اللي قضى فيه سنين كتير، او يسيبه يخش بقى في جو التمثيل والافلام والمسلسلات والحركات الكبيرة دي. اللي هيشوف اختياره هيقول ازاي يعني يسيب حاجة مضمونة ويروح لحاجة مش مضمونة، بس عارف يعملها صح. بدأ بقى كموديل اغاني وظهر مع اصالة في كليب اما جت عينك في عيني، بس اشتغل كموديل تاني لأن أحمد هو موهوب، بس ما دخلش أو ما بقاش في الأفلام من الأول علشان موهوب قد ما هو شكله حلو، وظهر مع إيناس الدغيدي. عمل أول فيلم لي مذكرات مراهقة، من أول ما نزل عمل حالة قلق كبيرة وهجوم على الفيلم واللي عملوه. على قد ما الفيلم تهاجم وناس كتير طالبوا إنه محدش يشوفه، بس كان تذكرة الدخول لي الفيلم جاب مسلسل والمكنة طلعت قماش، وهوبا عمل أول بطولة لي ملاك اسكندرية، واللي أول ما نزل السينما حقق إيرادات كبيرة جداً من أول ليلة عرض. عز وساندرا فضلوا فترة طويلة يقدموا سوا أفلام ناجحة ليهم، وواحدة واحدة اسم عز بقى من أهم أسامي فنانين الشباك في السينما، وإيرادات أفلامه بقت من ضمن قائمة أعلى نسبة إيرادات في السينما المصرية. حظه حلو في السينما وفي الدراما، قدم كذا مسلسل مش كتير واللي نجحوا منهم كان قليل برضو. تفتكروا عز مش هيعمل مسرح؟ لا طبعا، عمل مسرح وقدم مسرحيتين، علاء الدين وهادي فالنتاين. عز من الفنانين القليلين قوي اللي حياتهم ومشاكلهم الشخصية عمرها ما أثرت عليه ولا أثرت على نجاحه وشغله، بالعكس كان مع كل مشكلة ولا حوار جديد بيحصل معاه كان بيعمل شغل أحسن من اللي قبله وبينجح أكتر من قبل كده. السنة دي مهرجان القاهرة السينمائي قرر إنه يكرمه ويديله جايزة فاتن حمامة التقديرية، وهي من أهم جوائز المهرجان. فنانين كبار ومهمين اتكرموا بيها قبل كده زي الفنان يحيى الفخراني، الفنان سمير غانم، المخرج شريف عرفة، الفنانة منى شلبي، الفنان كريم عبد العزيز، ونجوم كتير ليهم تاريخ كبير ويستحقوا التكريم.